فاهمه انت بتعملي ايه؟ انت كل شويه مستر يكلمني يقول لي بنتك جايبه مش عارف 2 من 20 في الامتحان، بنتك جايبه 3 من 20 في الامتحان، لحد امتى؟ يا بابا طب احنا في الشارع. طيب يعني ايه الشارع؟ طب والنبي خلاص. هو انا مش بصرف فلوس؟ ليه انت بتعملي كده؟ بتروحي بتودي الفلوس دي فين ولا بتعملي ايه؟ احنا في الشارع. بتضيع وقتك في ايه؟ احنا في الشارع. طيب يعني ايه في الشارع؟ اعمل انا استفيد ايه بالشارع؟ الناس كلها بتنجح والناس كلها بتصرف وبتلاقي في الاخر، انت اجي اخر السنه الاقيكي ساقطه؟ يعني ايه يعني اخر تربيتي فيكي كده ايه؟ واخرة الفلوس اللي بدفعها ايه؟ مش عارف اشوف الدرجات دي تاني ولا مش هتروحي مدرسه تاني. حاضر. ايه يا عمو ما ينفعش، انا اسفه اني اتدخلت بس ما ينفعش اللي حضرتك بتعمله. بصرف عليها وادفع لها دروس ومدرسه وكل شويه في امتحان الشهر تجيب لي درجات زي الزفت، طب اخر السنه اجي الاقيها ساقطه؟ ينفع الكلام ده؟ معلش يا عمو بس ما ينفعش كده، حضرتك ممكن تكلمها بالراحه. زهقت معاها عمال اكلمها بالراحه واكلمها بشويش، ويا بنتي الدرس، يا بنتي انا بتعب في الفلوس، يا بنتي المصاريف، يا بنتي مدرستك. انا عارفه وانا زيها وفي سنها بس ما ينفعش اللي حضرتك بتعمله، فهمها بالراحه وكلمها بالراحه وهي هتسمع وهتسمع كلامك، طول ما انت حضرتك بتزعق لها هي كده هتخاف منك وهتبقى متوتره طول الوقت. بص حضرتك ممكن تديها دي هديه. حاضر. معلش ما تزعليش. معلش ان انا اتدخلت. لا مفيش مشكله، كوريا يا ست وذاكري بقى. شكرا. هتذاكري؟ بس ما تزعليش مني، حقك عليا. يلا بقى نروح البيت. ايه بقى كل شويه خروج خروج خروج، عايز اخرج عايز اخرج، مفيش خروج. يا بابا ما انا خارجه مع اولاد خالاتي، هو ده حاجه حرام؟ اه حرام، قلت لك مفيش خروج. امال هخرج امتى يا بابا يعني؟ ليه يعني؟ قصدك تقولي زهقانه يعني ولا ايه؟ مفيش بس انا عايزه اخرج. لا مفيش خروج، وكل شويه تقعدي تزني عليا هقول لك لا، انت كبرتي خلاص ما بقتيش طفله. لا ما كل شويه خروج خروج مفيش خروج. معلش يا عمو اسفه اني اتدخلت. لا ولا يهمك. بس ما ينفعش اللي حضرتك بتعمله معاها ده. اللي انا بعمله؟ ان حضرتك بتزعق لها، هي برضو في الاول صغيره ونفسها تخرج وتعيش سنها وحياتها وكده، ما ينفعش ان حضرتك تقعد تزعق لها، بعدين ممكن تفهمها بالروح عشان هي ما تتضايقش، مش احسن ما تخرج من وراك او كده؟ هي بتقول لك عشان تبقى عارف، لكن انت لما تقعد تزعق لها هي كده ممكن تخرج من وراك او تعمل اي حاجه من وراك. حضرتك ممكن تقول لها بالراحه وهي هتسمع كلامك. طب ما يا بنتي انا بخرجها وبتخرج مع اهلها. ماشي ممكن حضرتك تخرجها لو 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 انت مش عايزه تخرج مع حد تاني، هي نفسها تعيش سنها وتخرج وتتفسح وتلعب. يعني خلاص اخليها تخرج معايا دي؟ اه. تفتكري ده؟ حضرتك اديها دي وصالحها بيها. تمام ماشي، شكرا جدا. اسمك ايه بقى؟ هايدي. خلاص ماشي يا هايدي. ماشي مع السلامه. خلاص ماشي يا عيش، عشان خاطر اسمها ايه؟ هايدي. عشان خاطر هايدي انا هخرجك وهفسحك. بجد؟ اه ده بجد، خدي دي. شكرا يا بابا. ماشي يا عيش. فرقعت الكوره ليه؟ كل مره تفرقع الكوره؟ ايه اللي فرقعت لوحدها والله؟ ازاي اللي فرقعت؟ انا مش هجيب لك العاب تاني. خلاص يا هو، ايه اللي فرقعت لوحدها؟ ازاي هي فرقعت لوحديها؟ ما ينفعش. ايوه اتفضلي. انا اسفه اني اتدخلت بس ما ينفعش اللي حضرتك بتعمله معايا ده. انا بعلمه كل شويه بيفرع الكوره، ما ينفعش. معلش ممكن حضرتك تفهمه بالراحه، هو ممكن ما يكونش قلت ان هو يفرقعها، هو بس بيلعب وهي ممكن مثلا مسمار او حاجه اتفرقعت منها، لكن هو مش قصده، هو طفل وعايز يلعب. دي خمس كوره. معلش يا عم خده بالراحه واتكلم بالراحه معايا، قول له ما ينفعش ان انت تفرقعها وحافظ عليهم، دي العابك. حاضر. بس ممكن حضرتك تديله دي. دي ليه؟ خد يا عم بفرع الكرة تاني بقى براحتك يا عم. ماشي؟ تعال يلا نروح.